موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جايب لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم اخيرا مبات التيك توك. راح ندخل التيك توك وراح نختار مبات نلعب فيها في التريننج، وش المبات كويسه وش المبات سيئه. فقبل ما ابدا مقطع، لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات، الله يسعدكم. كود لايتم شوف في اس ال، موقع روكت ليج اكستشينج، الرابط فلوس، كود في اس ال يخصم لكم 3% اذا شريته. سوي انستغرام باذن الله، بعضكم يمكن يجي هدايا شيء زي كذا. يعطيكم العافيه، خلونا نبدا. اوكي، هذا هو الماب الاول، يقول لك اسمه نيو سيكوينز. بسم الله، 8 شوتات، جرب ونشوف. يا رب يا كريم ان الماب يكون اوكي كذا. اتوقع كذا صح؟ لانه مستحيل انه على طول اشوت، مستحيل. والله ما ادري هل هو كذا ولا لا. لما انا ما شفت الوقت ما يتدرب هذا الشيء ما طلع لي. اوكي، سوي كذا وبعدها نشوت. اتوقع انه كذا كويس يعني، ان شاء الله، لان حاطين ثواني، اتوقع 10 ثواني او 8 ثواني اللي هو. لكن الفتره هذه المفروض انه لو يبغى الكره ما تطيح كان حط 3 ثواني 4 ثواني او ثانيتين مثلا زي كذا. ايش في على الجمبر 6 اول على المستي؟ هذا يدرب كالمستي. اوكي، لا تو ضبطت وحده. والله ابغى الطق اللي زي قبل شوي، والله الطق اللي زي قبل شوي جامده. يا الله تكفى. توقعت انه هدف صراحه. اتوقع كذا اوكي، مشوا والله اثنين مستي ورا بعض وكلها يعني. هل الماب كله مستي؟ اوكي، هذا وش؟ حلو، علق. اوكي، اتوقع ان هذه اللي هو البنش. هي بنش ولا ايش؟ اتوقع انه بنش عادي، والله ما ادري صراحه، لان مرات الكوره تطير معك فوق ومرات لا، فما ادري. ابغى السرعه تكون كويسه. طيب اوكي، لا ما اسبقها. اوكي، شوفوا كيف قاعد تروح ورا تقهر. هذا اتوقع سريع، سرعه 190 80. ها 100 بالضبط. الله، اهم شيء ان ضبطناها. والله كانت قريبة. اوكي ايزي، والله ايزي صراحة. ايزي عليكم. يا الله ايش جاني، ما عرفت اسوي دبل عادي. الو، اوكي هذه كلوز، هذه والله عالية مرة. ايش جاني انا؟ اي والله كلوز والله. طيب هذه الاخيره ثابته، يعني شوي يعني. اوكي، قاعد يطير فوق بزياده او اطير تحت بزياده، ما ادري ايش الحل يعني. ضبطناها اخيرا. والله لعبي سيء يا شباب، اكتشفت ان التريننج يحسس بلعبك صدق. قولوا جدي يا ساتر. حلوه. لا هذه مو بحلوه، دبل خايس والله العظيم، ماني ماخذه. مره دبل خايس. هذا افضل منه يعني، اللي قبل شوي سيء وهذا سيء، بس هذا افضل صراحه يعني. وشو هذا؟ سيلينج. اوكي، ليش سويت الجنب هذا؟ ما ادري ترى. ما ادري هل هو سيلينج ولا وش، والله ما ادري صدق يعني. لكن ان شاء الله انه سيلينج وما خربت انا ان شاء الله. مرة ذي طارت علي الكورة ولفت السيارة وسحبت وسوت كل شيء. بسم الله. هذه اما هي واما فلا. هذه وش هي؟ والله ما ادري صراحة، ما ادري يعني. اوكي. وبهدف. والله كانت كلوز دي والله. يعني الطقة كانت حلوة بعد. هلا وش هذا؟ طقات ما ادري ترى. كيف سحبت السيارة؟ ما شاء الله الكريم. بس دبل تتش بتضبط اكثر. خلاص رجع السيرنج جواد. وي خلاص اخيرا. الله طولت. طولت على ذا الليفل المخيس. اوكي والله كانت قريبة يعني شوي.
هي داخلة اصلا. اوكي عارضة، شكرا جزيلا. عفوا الحمد لله نادف، الحمد لله خير مسكت في العرض ورجعته. اوكي الليفل الاخير اتوقع نفس الشيء. اها ابغاها طق الثانية ما تلمس الارض. اوكي تحدي يعني لنا، قلنا تحدي يا شباب. ايش فيه؟ اوه حلوة هذه، ما قلنا مخيزة ومخيزة ما لي دخل، الله ما لي دخل يعني. انا قلت اهم شيء انه ما تسك في الارض الطقة الثانية، وهذا اللي صار. الطقة الثانية كانت كويسة صراحة. نايس الحمد لله خلصنا الماب الاول بسم الله. اوكي نايس خلاص هنا نقرا الاسم الماب. اوكي اتوقع كذا هو نفس هذه الفكرة. اوكي كنا تحت شوي، والله كنا تحت. اوكي اوكي اول لمسه، مو اول لمسه يعني 17 لمسه بس. اهم شيء جت يا شباب. اتوقع هذه اوكي شكلها دبل، والله شكلها دبل. انا مشكلتي في الطيران اني اطير الطيران الاول بعدين اجيب العيد. شفتوا؟ لا ما ابغى هدف على طول، والله ما ابغى هدف على طول. نحاول قد ما نقدر نجيب. اوكي هذه كانت كلوز، خليها هدف عادي بس اهم شيء ما تسكر الارض. ايش رايكم؟ والله هذه كانت حلوه. نفس ما قلنا ما تسكر الارض، هذا اهم شيء. هذا معناه ان الانجل عندنا يعني. والله هذه حلوه اتوقع انه اوكي. اوه هذه لو اسويها بصير جراند يعني جراند شامبيون كذا. والله حلوه ذي، والله حلوة مرة الطقة. بس نعيد يا شباب نعيد. والله الطقات يا اخي انا ابغاها، ما ادري كيف توزنون يا اللي تسوون زي كذا، توزنون على سالفة انك تطق طقة ثانية من تحت وتنزلها تحت. هذه ليش عارضة؟ والله ليش؟ اقول والله المسافة بعيدة يا شباب، والله المسافة بعيدة. الطقة الثانية بعيدة والله، والله بعيدة. يعني لو بتطقها مستحيل تجي هدف الا اذا صدفت بالنسبه لي يعني. والله هذه تحسن ام الريدايركت عندك، مره تحسن الريدايركت. ابغى هدف والله خلاص زقت. خلاص اخيرا دون في رابع شوطه. يا ساتر والله طولنا. هدف خيسة مره بس خلاص، والله طولت اقسم بالله. هذه على طول هدف والله العظيم، غير كذا ما لا تدورني لانها مره 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 مرتفعه. اوكي الله خيرا، والله خيرا بطيئه مره بس اهم شيء توزنتها يعني. خايسه مره هذه، خايسه مره. ودي كذا على طول تدخل هدف دون عارضه. هذه ترى طقت جمبري ست، والله كنا طقت جمبري ست. ياب طقت جمبري ست. هذه الكور اللي زي كذا احبها. بس يا رب اني اضبطها من اول مره. حلوه هم يبون انك تطقها بعدين تروح للسيلينج بعدين. خلنا على القريب، خلنا نجيب اهداف زي الناس. ايوه نايس. والله نايس اقسم بالله. وصلنا الماب الثاني الحمد لله بسم الله. الماب الاخير باك بورد شوتس، الزوايا حقتها والله زوايا صعبه صراحه. والله حتى لو طقت الارض والله اعذروني يعني، صراحه هذا شوي صعب. اوه حلو والله قايل لك ما يدخل. هذه اول شوت، شوف كم قعدنا فيها، هذه 10 شوتات على طول هدف على طول، ما نبغى شيء ثاني خلاص. والله العظيم الليفلات اللي قبل او المابات اللي قبل والله طولنا فيها مره 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 مره. لو نسوي كذا اتوقع جينا مقبوله يا شباب، مقبوله سلكوا يعني شوي. حلوه بدون ما تسك الارض، بس سكت على الارض يعني ما يدخل. ما لمست الارض، ما لي دخل خلاص. والله اني طفشت من المابين اللي قبل، ما طفشت يعني بس طولت فيها صراحه. الله نايس بدون ما تسك الارض، هذا اهم شيء. هذه باكورد طقيتها من ورا السيارة. اوكي والله عارضة نايس، والله نايس. ناس انه خلصنا ولا طقة بخيسة.
اوكي اوه هذه شوطه قوي. بدينا ها نخلص الليفلات بسرعه. اوكي هذه بعيده شوي، هذه ما ادري وين بروح انا بس اوكي. والله عارضه خلاص يا بني ادم خلاص، اخيرا ادم اخيرا الحمد لله يا رب. طيب يعطيك العافية على المشاهدة، الاكواد كلها بتشوفونها في المقطع، ما في اكواد بحطها في الديسكربشن ولا شيء. شكرا لك اذا وصلت هذا الحد من المقطع، لا تنسى الاشتراك وفعل زر التنبيهات الله يسعدك. ما بقينا شيء 800,000 بقي 20,000 تقريبا. يعطيكم العافية على الدعم، وادري ان الدعم طاح لكن شكرا اللي قاعدين يستمرون في الدعم سواء ملوا مرة كتليك او ما ملوا. عموما بس هذا كان عندي، اشوفكم على خير، سلام.